صيام هذه الأيام العشرة إلا يوم العيد، فإنه يوم عيد يحرم صومه، وما تيسر من صوم العشر عبادة مشروعة. وفي بعض السنن عن هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، والحديث وإن لم يصح سنده فإنه قد تأكد بأمرين: أحدهما الأصل الشرعي العظيم في مشروعية الصيام في هذه الأيام وفي غيرها، فإنه عمل صالح وقربة جليلة، التقرب بها من جنس عموم العمل الصالح في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والأصل الثاني الذي يعتضد به هذا المعنى هو ثبوت صيام هذه الأيام عن السلف كابن عمر رضي الله عنهما وكثير من التابعين، فإنهم كانوا يصومون هذه الأيام. وصيام يوم عرفة تحديدا الذي ورد النص بفضله كما تقدم هو آكد هذه الأيام لمن صامها.